انا هحشيها جبنه رومي مبشوره بالشكل ده، وجايبه شويه حاجات كده، ايه، عيش، خس، طماطم، بصل، مايونيز، وكاتشب، يعني كده حركات بسيطه كده معانا. تمام كده. طيب انا لو بفضل احط لها بصلايه، ناس كتير تقول لي انا ما اعرفش اكل اللحمه من غير بصل، نقول لها ماشي، يعني على نص كيلو. تمام. هاخد بقى احط فول الصويا، بس اصفيه حلو قوي من غير ميه طبعا. على النص كيلو، بص، عصر عصر كوبايه، حلو قوي على النص كيلو كوبايه دي. طبعا بترمي معايا، بتدي كوبايتين، يعني نص كيلو اللحمه بيقلب لكيلو مع ايه؟ مع اللي انا بحطه له ده كله. بعصر قوي بايدي كده. تمام. واروح مديها خلطه مع البصله. ده لو انت عايز تحطي بصل، مش عايز تحطي بصل مش لازم. افرمها كويس برضو. تمام. واروح واخده بقى ايه بقيه المقادير. يلا بينا. يبقى انا كده حطيت بصلايه صغيره، ممكن ممكن لا، حطيت كوبايه الفول الصويا اللي انا نقعاها في ميه، هحط عليها نص كيلو اللحمه. هما كده نص كيلو. تمام. ففول الصويا بالنسبه لها هيخليها تعمل ايه؟ هيخليها تفتح، وكمان هحط دقيق عشان يعمل لي عملية ربط معاها، فهحط معلقتين دقيق ابيض كده. تمام. توم باودر، بصل باودر، لو ما عندك او ما عندكيش مش مشكلة، بس هي بيديها طعم الحاجات الجديدة كده. حاضر، اوكي. وايه، وادي معلقة من البابريكا كبيرة برضو عشان اللون بتاعها يروح. يبقى كده ديت احنا عرفنا ده البرجر، سواء حشيتيه او ما حشيتيهوش، دي خلطه برجر هايله جدا. بسم الله. ممكن تحطي كمان سنه بيكنج باودر، سنه بيكنج باودر، سنه دي ربع معلقه. واروح حاطه ايه، واحده كده من ال قد برجرايه بالشكل ده، ماشي، في كيس، عجنها كده في الكيس، وبعدين عشان اخليها محشيه مختلفه بقى. طبعا اللي عايز يقدمها بالشكل ده يقدمها عادي، بس انا هقدمها بحشوه كحاجه مختلفه. اروح واخده جبنه رومي مبشوره واحطها في النص كده. تمام. واروح قافله عليها الجوانب كده. اكورها تاني بالشكل ده اهو. تمام كده، قلبها الجبنه، واروح متكيه عليها. بسيط بقى كده، بس مش بسيط قوي يعني، برضو مش هخليها سميكه يعني.